حقق المنتخب السعودي لكرة القدم انتصارا تاريخيا على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد لوسيل في مستهل مشوار المنتخبين في كأس العالم فيفا قطر 2022. أهم المملكة العربية السعودية قيادة وشعب على هذا الانتصار العظيم، وإن شاء الله إن شاء الله أن نستمر على نفس العطاء وعلى نفس الرتم، وإن شاء الله الفال للمنتخبات العربية الأخرى بإذن الله. كان الجميع متوقع أن ميسي راح يسوي حاجات كبيرة صراحة، والناس استصغروا المملكة العربية السعودية من ناحية المنتخب، اللي يقول 5 واللي يقول 6. الحمد لله اليوم أثبتنا للعالم كله، لا الشعب السعودي ما زال والكرة السعودية. مبروك على الفوز السعودية. سالم الدوسري أسطورة، يعني أنا توقعت أرجنتينا تفوز 5-0 بس طلع ميسي فاشل. سالم الدوسري هو ميسي، أحسن من ميسي بعد. والله بصراحة أهنيهم على اللعب النظيف، وكانوا رجال بالملعب يعني، والمباراة مفروض يسمونها مباراة المرجلة على قولتهم، أبدعوا يعني وكانوا يلعبون صج فعلا. 11 لاعب بالملعب، 11 رجال بالملعب. أول شيء أي والله أوجه هنا حق الشعب السعودي وبارك لهم على فوزهم على الأرجنتين، وبقول بس كلمتين: إذا كان ميسي أسد اليوم روضوا، بس وانتهى الكلام. أول شيء أهني القيادة السعودية والشعب السعودي، وفخر لكل العرب اليوم، أول شيء لكل العرب والخليج والسعوديين، يعطيكم العافية على هالأداء الحلو الجميل، وإن شاء الله بالتوفيق الأيام القادمة يا رب كأس العالم. نبارك المنتخب السعودي على فوزه على الأرجنتين، وصراحة فوز يشرف جميع العرب والخليجيين، والحمد لله رجال قدها وفزنا الحمد لله، والقادم أجمل وأجمل إن شاء الله. لا رغم قوة منتخب الأرجنتين لكن كنا متفائلين، والحمد لله الله وفقنا وفزنا.